كابتن طاهر محمد طاهر، يعني قبل ما تروح طوكيو بس يعني هناخد منك كلمتين، اقول لك مبروك يا طاهر، تستاهلوا كل خير كلكم الحقيقه، وكل اللعيبه تستاهل كل خير، ويا رب نتمنى لك التوفيق في الاولمبياد. لكن بطوله غاليه في توقيت صعب وفي اجواء صعبه جدا، لكن لكل مجتهد النصيب. حابب تقول للعيبه وعلى الفوز بالبطوله؟ لا بقول لهم مبروك طبعا، وبقول لكل الجماهير مبروك. كان مشوار صعب، قابلتنا شويه صعوبات، وفي الاول في المجموعات كنا حاسين ان احنا يعني الموضوع بعيد، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع ووصلنا النهائي، ويعني اللعيبه ادت بشكل كويس جدا ونفذنا كل حاجه المدرب قال عليها الماتش النهارده، والحمد لله احنا كان يعني في وعد احنا واعدينه لنفسنا من واحنا في قطر ان احنا ان شاء الله نرجع تاني كاس العالم للانديه، والحمد لله يعني النهارده ادينا بشكل كويس ونتيجه كبيره في فاينل، يعني دي مش بتحصل كتير برده 3-0 وماتش يبقى سهل كده، فالحمد لله طبعا. بس ده يعني مجهود اللعيبه وتعب اللعيبه والجهاز الفني والاداره والجماهير حتى اللي كانت موجوده النهارده، العدد كان قليل بس برضو انت اي حته بتروحها بتلاقي ناس في كل حته، فدي حاجه طبعا يعني حاجه تبسط اي حد. الاولمبياد وطوكيو حلم كبير وحلم تاني خالص، انا عارف ان الكابتن سعد هو اللي واقف معايا، بس لازم بقى ما انت تسمعه معايا. تسمعه معايا يا كابتن سعد، هتكلم على الاولمبياد بس الاول. قول لي شايف الاولمبياد ازاي ودورك ازاي في الاولمبياد، ويمكن اختيار كمان كابتن شوقي بالنسبه لك حلم كبير انت والشناوي وصلاح واكرم، حلم كبير بالنسبه لكم، حابب تقول ايه ومشاركتك في الاولمبياد شايفها ازاي؟ لا طبعا يعني اي لعيب بيتمنى انه يلعب اولمبياد وكاس عالم، والحمد لله الاولمبياد جت في وقت لسه واخدين افريقيا، فان شاء الله نروح بمعنويات مرتفعه وان شاء الله نقدر ان احنا نعمل حاجه نساعد بيها المنتخب معنويات مرتفعه.